إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدي قناه ست البيت. النهارده بقى هعمل معاكم فيديو جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هعمل لكم الجيلي في البيت من الكاكا، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش هنشتري اي حاجه من بره غير الكاكا ومعلقه جيلاتين، حاجه روعه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. عملت النهارده الجيلي من الكاكا، روعه جدا جدا جدا، مذاقه فوق الوصف. يا ريت بقى تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا عملت الوصفه دي ازاي، وتدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده بقى هعمل معاكم جيلي الكاكا دي، جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هعمله معاكم دلوقتي من سمه الكاكا ديت، هعمل لكم جيلي منه جميل جدا ما شاء الله. كمان يعني اكثريه ولادنا ما بيحبوش ياكلوا كاكا كده، يعني بيمسكوها يقدوها ياكلوها بايدهم كده بتبهدلهم، فهنعمل لهم منها اصناف كتيره ان شاء الله. النهارده هعمل منها الجيلي، حاجه سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكمان الكاكا ديت يعني غنيه جدا، يعني كلها فيتامينات ومعادن، يا ريت في الموسم بتاعها كده ما نقطعهاش من البيت خالص، كل اولادنا لازم ياكلوا منها ان شاء الله. اللي مش عارف ياكلها كده ثمره لوحدها ندخلها له في ايه، في وصفات كتير علشان نستفاد منها في الفتره بتاعتها اللي هي اصلا بتيجي فتره صغيره كده وبتخلص على طول، بتيجي في فصل الخريف، فلازم ندخلها في وصفات كتير ان شاء الله. اول حاجه معايا كده ايه، كاكا دي غسلتها ونضفتها وقطعتها وشلت من قلبها البذر بتاعها. ان شاء الله لا قوه الا بالله. كده حطيت غسلت الكاكا وحطيتها في الخلاط وقطعتها وشلت البذر بتاعها، ومعايا كوبايه لبن، وممكن اعوض اللبن الحليب دوت بميه عادي مفيش مشكله. وعندنا ايه السكر على حسب الرغبه بتاع إيه، كل واحد ايه بيبقى بيحب تحليه معينه. معانا هنا معلقه جيلاتين، الجيلاتين ده جيلاتين حلال من عند العطار متواجد، يعني مفيش اي مشكله لو عايزين جيلاتين حلال بيديهولنا. معايا هنا ايه نص كوبايه ميه، دي سخنه لسه مسخناها عشان اذوب فيها الجيلاتين. هذوب فيها الجيلاتين الاول وبعد كده هستعملها، عشان لو حطيت في الميه البارده كده مش هيدوب، فهذوبه الاول في ميه سخنه وبعدين هضيفه الايه عشان نعمل جيلي. ان شاء الله هيبقى جيلي جميل جدا كل ولادنا هيحبوه ان شاء الله. بنغير لهم وننوع لهم في الوصفات كده عشان يبقوا ايه ياكلوا الحاجات الجميله دي، احسن ما يجيبوا حاجات من السوبر ماركت وحاجات كلها بتبقى فيها مواد حافظه مش كويسه جدا، فلازم احنا ايه نعوض لهم كل الحاجات ديت، احنا نعمل لهم حاجات في البيت كده وصفات جميله. الجيلاتينه بتاعت الدابت هنا ان شاء الله، الجيلاتينه بتاعت الدابت لازم الجيلاتين بندوب في ميه سخنه، ما ينفعش يدوب في ميه ساقعه، طول ما نزل في ميه ساقعه هيكلبش وبعد كده مش هيسيب مش هيدوب، فلازم الجيلاتين ندوب في ميه سخنه كده ان شاء الله لا قوه الا بالله. كده خلاص الجيلاتين داب، هضيف بقى الخليط بتاعي وهضرب ايه الخليط كله ان شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله لا قوه الا بالله هيبقى جيلي روعه روعه ان شاء الله. ان شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله لا قوة الا بالله الخليط بقى جميل جدا ان شاء الله. دلوقتي بقى بعد ما ضربنا الخليط ده في الخلاط، ضربته في الخلاط هصبه في القوالب الصغيره ديت، ممكن نحطه في قالب كبير من بتاع اللي هو الكيكه او اي حاجه، بس المهم اهم حاجه نحطه في الثلاجه حوالي ساعتين، ولما يجمد هرجع اوريه لكم. ما شاء الله لا قوة الا بالله الجيلي بتاعنا بقى جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجه روعه جدا ما شاء الله، حاجه روعه جدا الله اكبر، نتيجته تحفة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي عايز يحطه في قلب واحد كبير ماشي برضو ينفع، احنا قلنا ايه نغير كده في الاشكال ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو اكبر
عملت لكم النهارده جيلي بالكاكا، حاجه روعه جدا من بيتنا اهوت، يعني ما اشتريناش اي حاجه غير الكاكا ومعلقه الجيلي. ان شاء الله الجيلي ده جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ودي كان فيديو معاكم النهارده، عملت لكم جيل من الكاكا بكل سهوله وبمكونات بسيطه جدا من غير ما نشتري اي حاجه من بره. هي مشترين فاكهه الكاكا، وبدل ما اولادنا بيحبوها ياكلوها كده عملناها ايه جيلي، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجه تحفه يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله جميلة جدا لو اكبر، جميلة جدا روعة روعة روعة، ومذاقها بقى يعني تحفة ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب لو عجبكم الفيديو بتاعي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.